أشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتجاوب الكبير الذي أبدته كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مسارعتها في التسجيل المبكر للقيمة المضافة، وذلك من أجل الإسهام في التطبيق السليم لكافة العمليات المتعلقة بها. وقام الجهاز الوطني للإيرادات بتوفير كافة المعلومات أمام عموم الجماهير والمؤسسات والشركات عن طريق الورشات التعريفية وقنوات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام المرئي والمسموع. كما أوضح الجهاز للشركات كافة متطلبات التسجيل التي تمكنها من استرداد مبلغ القيمة المضافة الذي تم دفعه، وذلك من أجل سلاسة الإجراءات وتنظيم العمليات المتعلقة بالتسجيل في القيمة المضافة، وهو الأمر الذي كان له الأثر في الإقبال الكبير من كافة المؤسسات والشركات على التسجيل المبكر في القيمة المضافة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات الذي قدم لهم كل الدعم والمساندة من أجل تسجيل هذه الشركات والظهور بالصورة المطلوبة في هذا الشأن، سواء كان ذلك تنظيميا أو قانونيا. وجدد الجهاز الوطني للإيرادات التذكير بآخر موعد للتسجيل للقيمة المضافة، والذي يصادف يوم الجمعة المقبل الموافق للعشرين من شهر ديسمبر الجاري. من خلال تواصلنا مع الجهاز كان في تعاون، وحتى بعض الموظفين إذا ما كانش عندهم المعلومة كاملة أو دقيقة كانوا بيتواصلوا مع المسؤولين وكانوا بيردوا لنا بالمعلومة الصحيحة. عملية التسجيل مش محتاجة خبرة ولا وقت طويل، مجرد بس تكون البيانات والأوراق المطلوبة جاهزة وبيتم رفعها على الموقع، وبعد كده إذا كانت كاملة بيتم استلام إشعار بإتمام عملية التسجيل. نصيحتي للشركات اللي لسه مسجلتش تبادر بالتسجيل، لأن منفعة ليها وعلشان تتجنب أي مخالفة أو غرامة تقع عليها. فريق العمل في الجهاز الوطني للإيرادات كانوا متعاونين جدا ويتعاملون معنا باحترافية، وساعدونا في تصنيف البضائع التي تحتاج للقيمة المضافة والتي لا تحتاج إليها. الشركات التي لم تبادر بالتسجيل أقترح عليها الإسراع بذلك حتى يديرون أعمالهم بشكل مناسب وقانوني. السوق الآن وصلت إلى نقطة التوازن، وهذه مبادرة جيدة في البحرين، وجميع المستثمرين يرحبون بهذه الفكرة. شفنا من الجهاز يعني عن طريق البريد متعاونين جدا، يعني متعاونين معنا وسريعين، فما توقعنا أن كان عندهم هذا الاستعداد. أعتقد فهذا يعني ريحنا في الخطوات اللي قاموا بها. أنا أبغى أنصح الشركات اللي ما سجلت تسجل بأسرع وقت، لأن هذا بيكون لصالحها. أنا أشد كل الشركات والمؤسسات إلى ضرورة التسجيل وضرورة التفاعل مع هذا الحدث. لا بكرة يصير عندهم أي غرامات أو أي مخالفات، بكرة بيشتكوا مخالفات وبيشتكوا على غرامات، فعليهم أن يسجلوا ويبكروا في التسجيل.